تساءل عدد من المواطنين بالرباط عن السر الذي يجعل السلطات تولي أهمية كبرى فيما يتعلق بالنظافة لعدد من الأحياء، فيما أخرى تعرف وضعا غير عاديا، رغم أن القطاع تدبره ثلاث شركات في الرباط، إلا أن وضعية الحاويات في الرباط لا تعكس تفويضه من قبل مجلس مدينة الرباط. انتشار الأزبال في عدد من الأمكنة، وضعية الحاويات وتراكم النفايات، مظاهر تكشف واقع قطاع النظافة في العاصمة الذي فوضه مجلس المدينة. ريبورتاج كريم أمزيان وسلمى غزلي وأشرف أشقري من مكتبنا في الرباط. جولة في عدد من الأحياء الراقية والمواقع يكشف أنها تمتاز بحضوة فيما يتعلق بحاويات الأزبال وعدد الشاحنات التي تلجها لجمع النفايات وعدد المستخدمين المخصصين لها. فأحياء الرياض مثلا وأجدال والسويسي تعرف اهتماما ملحوظا، والأمر نفسه بالنسبة إلى بعض النقط التي يرتادها السياح كموقعي باب شالة وقصبة الوداية التي تحظى باهتمام مختلف. اولا هذه معلمه تاريخيه ديال الودايه، والسلطات تبارك الله عليهم ندخلنا الودايه هذه، وحتى السياح ملي كيجيو من بلدان اخرين فهمتي كيعجبهم الحال، كيلقاو الدنيا نقيه هنايا، وبالاخص المغاربه حتى هما كيعجبهم الحال، كيجيو هنايا كيبدلوا الجو فهمتيني، مساحه خضراء زوينه لداخل. انا بعدا ولدت المنطقه هذه كيعجبني الحال، نسافر في الودايه فهمتيني بنادم كيبدل الجو. رغم أن المجلس فوض قطاع النظافة بالرباط لثلاث شركات، إلا أن هذه المواقع خصوصا السياحية منها تخصص لها شركة أخرى خدماتها، وعلى الرغم من ذلك تثير الأزبال في بعض الأحيان انتباه الرباطيين والزوار، رغم أن تدبيرها مشترك من قبل عدد من المتدخلين من بينها شركة للتنمية المحلية. لا دابا حاليا ولا معتنين بها، لا هنا لا جيت لا بلاج لتحت، لا هذه عاد عاد عطاوها أهمية، شحال هذه ما كانت هكا. وبينما هذا الاهتمام بهذه النقط في عدد من الأحياء بمدينة الرباط، لا توجد حاويات أزبال، بينما وضعها في أحياء أخرى يثير عددا من الملاحظات، وطريقة تفريغها ما يجعل السكان في أحياء العاصمة يعيشون وضعية مزرية، إما بسبب قلتها أو انكسارها، في الوقت الذي يستفيد سكان حي الرياض من حاوية واحدة لكل فيلا.